قلت علاش لا ما نخموش نعملوا لوبيا باللحم بالكعاب اللحم المفروم، حاجه بنينه ونحبوها التوانسه الكل. ومعها هي ديما فطور الصباح نقعدوا حايرين شنو باش نطيبوا كل، واللي جاب لي فكره العسيده، عسيده النوافس تعرفوها، عسيده البيضه هذيك. اي اليوم باش نعملوا مع اللوبيا بالكعابر عسيده البيضه نتاع النوافس، باش ندلكوا العسيده معناتها اليوم. حضرت انا هوني القضيه نتاع مرقه اللوبيا بالكعابر، اللحم المفروم واللوبيا والفاريونت، باش نعملوها بالفاريونت زيدا كعابر وبالفاريونت، والفاحات نتاعي الكل ما هوني. إجا خلينا ساعة قبل كل شيء نبداو نحضروا الكعابر، نفوحوهم بالكدا، ومن بعد نركبوا الطنجرة نتاعنا. باه نحطوا اللحم المفروم، نفوحوه باش نحطوا له شوية ثوم، شوية تيبل، هكا فلفل زينة، نحط معاهم شوية كمام هريسة عربي هذيك، النعناع الشايح بيان سور، ما باش يجيو الكعابر نتاعنا في وحين. وباش نزيدوهم الملح والفلفل الأكحل، نحطوا معاهم انا نحط معاهم الزيت باش من بعد كي نجي نعمل الكعابر ما يلصقوش في الزي. بون سيدي نبي عربي يزمك باليدين هكا لين اللفاحات الكل يدخلوا في وسط اللحم المفروم بالقدي بالقدي كيما هكا هكا ها. وندورو نحضرو الكعابر نتاعنا. اللحم المفروم ديما دو بريفيرونس تشريوه جديد وتطيبوه في وقته، معناها ما انا هكا هي عاده ماما علمتهالي، ومن بعد يظهر لي حتى صحيا نورمالمون اللحم المفروم ما يتشريش وما يتكنجلش وما يعاودش طيبوه بعد قديش بالوقت. ما انت تمشي للجزار تقول له يفرم لك اللحم وتروح طيبه بالوقت. دونك اللي باش يعمل حاجه كيما هكا باللحم المفروم كعابر ولا البولونيز ولا كيف كيف، ماذا بيكم ديما تشريو اللحم فريشك وبالوقت الجزار يفرمو، ولا كان عندكم حتى ماكينة الفرمان اللحم في الدار كيف كيف، هاكا حاجة صحية أكثر، خاطرو ما يزموش يتكنجل اللحم المفروم، ما يقعدش معناتها ومن بعد يطيب، وإذا خرج من الكونجيلاتور زادا ما يعاودش يرجع للكونجيلاتور مرة أخرى، خرجوه مرة واحدة هاكا هاو. حاسيلو ذوما الحاجات اللي زعما هكا ربيونا عليهم ماتنا بالفطره، ما تروا في الاخر عندهم سيونتيفيكمون تفسير علمي صح صحيح معناتها هكا هاو. اليوم زعمك اللي جايبت لكم سيد من وضوء يا وينك انا عينك يا بنتي يا رياض وينك؟ هاني كيف وينك؟ اسمي الله نسمع فيك الصباح كشيكشك خارجه وانت كحد كشبيك؟ معني الاخر تسمع فيا سلوم حطهولي جايري في الاسطحة والدنيا قومها وقعدها. صيح ويلك الساعة على سلامتكم يا جماعة. شبيه صوتك؟ ميلة بالتبح ميلة بالصيح والعياط. لا هو بالصيح والبهبة والهوي وكش تويت بارك الله ربي عطاه خيره. ان شاء الله ربي يغيثنا. هذه مرقة مالح تقريبا اش تعمل؟ هذه مرقة لوبيا بالكعابر. اي مرقة مالح بالكعابر. تي ولا ما نعرف احنا نقولها مش مرقة لوبيا، مرقة مالح بالكعابر. احنا نقولها مرقة. انا البارح كيف تعشيت في طاجين مرقاز كامل. هي طاجين مرقاز. طاجين مرقاز. بكعبة ليمون. اه. والله جايبنين يهبل، وانت اليوم هكا عملت لوبيا بالكعابر. هكا هاو مرقة هي. لوبيا بالكعابر. هاي هكا قلت ما اسمها مرقة هي. لوبيا. اي لوبيا بالكعابر، ما سمعت كلامك. شنو؟ شنو تتكلم قدامك؟ مالا شنو اسمها بربي؟ هو طاجين مرقاز. ايه. ولا ما تعرفوا طاجين كيك زوز الكوشه؟ ليه نعرفوا طاجين المرقاز باهيش تو. هي عاد مش اسمها. انت عرفتش علاش تو هوش الحكمه اللوبيا اللي بالكعاب تحكى عليها انت. ايه. علاش يحطوا فيها الفريونت والزيتون واللوبيا. علاش؟ ويعملوها كعابر. علاش؟ كي تبدا عائله شو يبذر الشيء. اه. هذيك علاش؟ فهمت كيف العباد هكا
اكتسبت في الفلوس المصروف. اي اي بالحق فهمت. معناها لا. في بقعه اللي كل واحد لحمه هيك اللحمه طايح قديش من الرب عليك صحيح. خمسه طيب. وخميسة عليك حسينو لك هيك ساعات نعجبك نولي ساعات كنت بدرس برويس كنت بدرس برويس يعملوا طاجين المرقاس ايش فيه؟ فيه كيما الشيء الفاح هذاك بتاع اللحم فوحته وانت بالنعناع شاف لك حل شاشة تيبل واكل الفاح نتاعو في الزينه هذاك الكل في عود يعملوه تصفي كعابر يعملوه سوابع 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 كي المرقاس وياخذوا ياخذوا كعبه ليمون ينحيوا لها اللب بتاعها ويحطوا لها كعبه ليمون وتشيشه كبه تشيشه مش برشا وين ويقل... في المرقه هي. في المرقه هي بالطبيعه وعندك شداخل من الشيخ تجي كيما طاجين المرقاس اسكت ذكرتني البارح خويا يبعث لي فيديو فيها فيها مرقه مرقه كعابر الزيتون المحشية. اي زيتون المحشي زيتون المحشي عليه مهبولة هنا والله هي تضرب ثلاث ايام وانت طيب ليه والله هي لا 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 مش هي لا قال لك هذيك يا لله يا سيدي يعملوها لله كبرية زعما طلع ليش خاطر هي تضرب ثلاث ايام طيب فيهم زعما زعما راني انا عملت لك قيمه وقدر عملت لك مرقه الزيتون عملت لك مرقه الزيتون المحشي زيتونه هي قد ما هكا كملوا يحشي وباش نحشي هو بالحم المفروم بالحم المفروم اي كان والحم المفروم مش كيما هكا لا طايب اي طايب اي يطيبوه هكا يعملوا له توا انت اللحم هذا كشيته ولا هرسته؟ لا ما هرستوش مازالوا يهرسوا اللحم توا بربي يا رياض حتى انت زاده يعجبكش تتعدى للجزار تقول له افرم لي 200 300 اللي هو من جرام وتروح تطيب عشيك وعلاش المهريس اللي جبته لك هديته لك ناقصني كان توا باش نقوم انا شد لحمه هبره وبالمهريس هن بيموليك هن بيموليك مش قاعده تعمل تبارك الله لا هاك كيف عوش تعمل السبور لا ما نحبش تعمل السبور بذريعك نعمل فيه السبور البارح روحت من التياترو وكرايمي مكسره اي تبارك الله ما كان بيح نسمع فيك انت طريت عليك بالشقه بتاع الشباك وانت داخلك العزري والله مشكلة عزري داخلة ميتة بالتعب قتلونا في التياتر والله جريت الهاتت ها سقايل كلهم بتوع التعزرق خلينا نمشي سوق الصوف وين؟ وانت كل مرة وانت ماشي لسوق من الأسواق ما لبي ما سوق الصوف توا توا واش باش تعمل في سوق الصوف؟ عندي قشابية عند ولد الشعاع شوفها حضرة تولي فهمت هذاك علاش؟ هذاك علاش؟ هيا برا مالا نحي الصحيح فهمت قلل شيء ساعة ما قلتليش شنو باش تعمل حاجة هكا حلوة ما عودكش حاجة حلوة شنو؟ ما عودكش تنسى تسألني شنو عندك حاجة حلوة شنو الحاجة الحلوة؟ باش نعمل عصيدة النوافس اي عرفتها؟ نعرفها كان هي يا أخي أنتم تعملوها زادة في تونس مش تعملوا كان الزرير لا يعملوا نهار تولد المرأة نهار تزوز لدارها بعدك توا ولد كلينيك أما قبل كانت تولد في الدار أما بكري كانت المرأة تولد في الدار يعملوا العصيدة نهارتها اي هذيك هي كانت تطلق كي تطلق ايوا توا توا كي تروح للدار دوبا تحط سيخه في العتبه احميتها ولا امها تقوم تعصت هكيكا حتى احنا مازلنا راهو لا انتم مازلتوا نعرف مازلنا نعم عشان اينا دوبا نسمع بوحده نفست ففي حاجات مازلتوا فما في حاجات لا اما في المهريس ما نحيتوه لا 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 سماح من المهريس جينا به كي مازلت نهار السلطه المشويه اي بها على فكره خلي نمشي انا توا وقلل يديك في الملح خاطر هي مرقه الملح لا بالطبيعة هذيك مش لوبيا مش لوبيا بالكعابر اسمها مرقة الملح بالكعابر احنا نقولوا لها في سفرنا لوبيا بالكعابر يا ولد لا كل بلاد ورتالها كل واحد كيش يسميها خلينا نمشي ونجينا حاليا غرفتي صحيين هكا قد عين الفلوس عليك نعرفك كي نغفلك قد عين الفلوس تعمل لي شوا قال يا بيدا يعمل لي شوا من بعد يقول لي عايشة القادرة هاي في لمين في ديعة ربي ارجع طل من بعد ان شاء الله صوته بح بالصيح والعياط نتاع قبيله هكا صوته صيب راس النهج هيا نركبوا طنجرتنا نحطوا الطنجره غادي والزيت اللي باش نطيبوا بيه نخليوه يسخن به هو فما شكون كعبر اللحم يحطهم قبل في الزيت هوني يقليهم يطيبهم كوا يقيمهم ومن بعد يعاود يرجعهم بعد ما تاخذ اللوبيا غلوه وكل شيء وفما شكون يسقطهم في وسط التطيب انتوما واش تحب دونك انا باش نختار اكثر فاسون اكثر طريقه سهله باش ما نشليش وقت مش على حاجه راهم زوز باهيين هما راه بيسكو باش نحط انا بطبيعتي جرينات الفلفل يتقليو من الاول في الزيت ومن بعد نقيمهم قلت هاي برا هي تيحه بتكربيسه نكمل كيف كيف نحط كعابر اللحم يتقليو ومن بعد نهزهم ونرجع نسقطهم كيف تطيب اللوبيا
هاكيك هما راهم كيما قلت لك مرتين، فمش حاجه تتعمل وحاجه ما تتعملش، كل بلاد ورطالها وكل مراه كيفاش تحب طيب في دارها. المهم الماكله في الاخر تطلع فاوحه وبنينه بن هكا بنفس. ديما طيبوا وانتم فرحانين، ديما طيبوا وانتم تقولوا احنا طيبوا حاجه بنينه للناس اللي نحبوها. هكيكا باه نحطوا جرينات الفلفل باش يتقليو، ونكملوا نحطوا معاهم الكعابر نتاع اللحم هذم باش نقيموهم، ومن بعد نعاودوا نسقطوهم مره اخرى كيف قريب تطيب اللوبيا، تقرص اللوبيا هي منفخه ديجا هيك. كي جا نحطوهم هون ريحة الطنجرة بدت بنينة تهب. فوالا قال لي ما تملحش، بطبيعتي ما نملحش، انا ما فهمتش من جابها هي اللي ما تملحش. وانتم شو تقولوا لها، مرقة لوبيا ولا مرقة المالح ولا مرقة لوبيا بالكعابر بالمالح تسميوها بالضبط؟ يا والله حوي. ها يا سيد هما يشدوا رواحهم هكا، راهو الكعابر كيف نحطوهم في الزيت حتى الكعبه تقعد مرتوبه، كي ترجع من بعد نحطوها في الطنجره تقعد هكيكا مرتوبه. وشفت كيفاش ومسهوده من هوني ومن هوني، يقعدوا الكعبرات شبيبات كما تشوفوا فيهم هكا. لصقت الغنية البارح بعد ما عملنا التياترو، روحت نتفتف مدقدقة، حسيله من الجري اللي في اللي جريناه عند سيدي هيكل. بالحق راه سيدي هيكل قتلني الجري، كان سيدي هيكل يتفرج خبيعت راسي بالعرق، حسيله نجري ونجيب شكون يجري في الاتوليه نتاع التياترو. هو به لما حلا واحد يبدا عنده حاجه هكا يحبها راهو يعملها وسط الجمعه ولا تختاروا هذا كيف كيف في الويكاند. انا الحق نمشي نبدل برشا جو ونتفرهد زيده. به شفتم كيفاش هاوكم اخذوا لون جرينات الفلفل كيف كيف من هوني ومن غادي التقليو، نجي ونخرجوهم هذم باش يرجعوا من بعد للطنجرة. راكم سايبوا الفاح نتاعهم كلهم في الزيت اللي باش نكملوا ديجا نطيبوا فيه اللوبيا. توا نحطوا البصل نتاعنا يتقلى، هكا ديجا الزيت سخون والبصل مش باش يبطى برشا باش يتقلى بطبيعته. هو نزيدو نحطو مغرفة طماطم معجونة، ومعاها بالطبيعة الهريسة يعني العربي هذيك باش تفوح الماكلة هاوكا. هيك نحلوه بشوية ماء نحلو هكا الطماطم فوالا هنا هكا ما فيها شيء. توا باش نحطو احنا بطبيعتنا اللوبيا نتاعنا تغلي هكا الطماطم تحلت سيدون قليناها حليناها بالماء باش نزيدو نفوحو. توا الطنجرة تابل فلفل الأكحل الملح ما نزيدوش يزي خاطر الفاريونت ديجا مالحة، وباش نحطو فلفل الأحمر. الفلفل الأحمر ما يتقليش فيسع فيسع نمرقو
ونحط اللوبيا متاعنا. فوالا لوبيا منفخه هيك. فوالا نزيدو نبرقو باش تخلي اللوبيا تسيل في عقلها. هايك ما نحطوش النار على ما تجيب الماكله، كل ما تطيب على نار هاديه كل ما تجي ابن. المهم نقصوا على النار ونخليوها تغلي في عقلها. هاي غليت هذيك، هذو من بعد باش نحطوهم في نص الطياب. واخر حاجه قبل ما نطفيو باش نحطوا الفاريونت. توا باش نحط هاك الكعابر، خاطر اللوبيا ديجا طابت، الكعابر طايبين، جوست ياخذوا غلوه مع بعضهم كيما هكا. باهي نزيد نمرقلها شويه كمان كمي سخون. مسكلت بالعصيده وهيدهم كيف كيف، نخليوهم نتاع 5 دقائق هكاكا ياخذوا غلوة، تقر زيتها الطنجرة نتاعنا واللوبيا تحضر. فوالا